الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Привет, Мустафа! Как дела? Ой, хорошо. Все хорошо. هبتدي بقى مستني اشوف تاكسي، ابتدي بقى اتعامل باللغه الغريبه، دوسي بقى ونقعد نفاصل بقى وتاخد كام واخد كام والكلام ده. سواء تاكسي زي العسل. وصلنا في الباركنج بتاع الجراج، نبتدي نروح. يلا بينا. طبعا يا جماعه خلاص وصلنا ليموزين كبير قوي، مع اننا احنا اتنين بس، قصة كبيرة. يلا بينا نروح لكريستينا والبنتي. And the first time I've been there in Egypt 12 years ago and by طبعا يا جماعة دلوقتي انا يعتبر مع اخف دم سواق قابلته في فيلا روسيا كلها زي العسل. والميزة بقى ان هو بيتكلم انجليزي، يعني فيلا روسيا صعبة قوي حد يتكلم انجليزي او ناس قليلة قوي اللي بتتكلم انجلش، فهو بيتكلم انجلش اسلوبه زي العسل. وجه مصر مرتين، تيجي نتعرف عليه بقى. كاتب ايه بالظبط؟ ماكسيم. ماكسيم، ماكسيم يا جماعه جه مصر، جه شرم الشيخ وجه الغردقه وعنده ولدين توينز ربنا يخليهم له يعني، وزي العسل. كاك فيلا روس تشاس ماكسيم. اتس جود. جود. بيتكلم انجليزي ايه؟ عند كاك ايجيبت. I've been there three times. ثلاث مرات كمان يا جماعه، يعني مش مرتين. فان شاء الله ماكسيم اول لما يجي مصر انا اللي استنى. افتكروا يا جماعه رد فعلها يبقى حلو ولا وحش؟ ربنا يستر. مش عارف، بس انا بصراحه يعني انا بقالي يومين ما بكلمهاش عشان كنت اعمل مفاجاه، فربنا يكون بقى ايه زعلانه مني. طبعا يا جماعه وصلنا، بس انا مش عارف البيت فين. ربنا يستر. دلوقتي احنا وصلنا المنطقه بس عاملين ندور على البيت بقى، فاحساس كوميدي قوي. الراجل اللي هيتعب معايا بس هيدفعني في الاخر كتير انا متاكد. بس في مستشفى انا عارفها اللي كانت كريستينا بتيجي فيها، ده المستشفى اللي هناك دي. فان شاء الله يا جماعه اخيرا وصلت الحمد لله الحمد لله، ودلوقتي بحاسب الراجل. فننزل بقى ونفاجئها كريستينا. انا وصلت، مش مصدق نفسي. ربنا يستر يا جماعه. طبعا كلنا عارفين بيت كريستينا هو اللي ورايا ده، بس انا مستني 5 دقايق كده، استنى حد يفتح الباب عندهم عشان الباب لازم حد يفتحه من فوق. الشنط معايا، كل حاجه، انا قلقان. ربنا يستر. المهم ان انا وصلت بخير الحمد لله. رحله طويله قوي قوي قوي، بس انا مش هبات عندهم، يعني انا في بيت تاني ان شاء الله. في مفاجات جايه كتير يا جماعه، عايزكم تجهزوا لكميه فيديوهات ان شاء الله. فتره الراحه اللي خدناها من ساعه رمضان خلاص انتهت، رجعنا في قوة بعد بيبي ما نزل برضه من كريستينا. قررنا ان احنا نشتغل ونقف على رجلينا ونبقى احسن. دعواتكم بقى ان شاء الله، المستقبل يكون حلو ومفاجأة. طبعا كلنا عارفين الباب ده، ده مكان جديد تقريبا، حلاق. تكتب حلاق يا عم. الفكرة ان انا مستني حد يفتح الباب، مش عايز انا ارن الجرس بصراحة. يا رب نلاقي حد بقى في المنطقه اللي طيب انا بقى لي ربع ساعه واقف مفيش حد يفتح. هعمل ايه؟ انا مش هبوظ المفاجاه عشان باب عماره، محدش يعرف حد هنا في فيلا روسيا يفتح الباب. انت فين يا كريستينا؟ تخيل لو واقفه في البلكونه وشايفاني يبقى كل حاجه باظت. يا رب نلاقي حد يفتح الباب. يا جدعان ده طلع حلاق كلاب. وانا بقول كويس اللي فتح حلاق. يلا مش مهم. الحمد لله اخرتها طلع حلاق كلاب. ده انا قلت احلى. دخلت الشنط نطلع بقى. يلا بينا. الحمد لله نطلب بقى الاسانسير، عايزين نطلع الدور بتاع كريستينا. انا مش متفائل. ربنا يستر خير ان شاء الله. يلا بينا. ربنا يستر ان شاء الله. الثقه في اللي انا جاي، انا قلت لكم يا بتوع بيلاروسيا ده انا يا رب يفتحوا الباب بس. شكله وحش. يا رب الاقيهم. مش عارف والله. طبعا يا جماعه دلوقتي انا واقف على الباب، وجه ميعاد اللحظه الحاسمه ان انا ارن على الجرس اشوف كريستينا ريتا. سامعين؟ يا رب
استخبى بس عشان ما اكونش واضح عين. ده صوت مامتها. ماما وي بريفير بريفير مصطفى كنجلا وي хорошо хорошо мы откуда ты что мы даже не знали что ты приедешь я только сегодня я хочу сюрприз только сегодня а сюрприз вот оно что нет не знаю без понятия ну проходи проходи Диана Кристина Кристина машина ну реально Николай, Кристи, это Олеся. Олеся? Мустафа. Олеся, гама. Это Кристина. Привет. Ну, откуда? Ахаштуни, баба. Привет. Ты что? Привет. Ахаштуни, баба. Мы не ожидали. Это сюрприз. Я хочу. Сюрприз. И где Кристина? Я думала, это может соседка звонит или что. А тут, о, смотри, Мустафа стоит. Ну. Она хабита фага хамая. Это сюрприз баба, потому что я хочу смотреть Кристина. Верона, смотрите сюда. Саша. Саша. Они даже тоже в недоумении не поняли, что это такое. Так, а Кристины нету. Кристина нету? Нету. Это шутка? Нет. Там вы где Кристина? Не шутка. Да Кристина еще нет. Правда нету. Кристина нету тут. Масса. Вот дома нету Кристины. Кристина Игорь тоже что? Может полетела. Реально? Понимаю, что я хайка на байкер, бутыл хафызов, бухымсов. Нет, правда. Там реально где Кристина? Здесь нету Кристины. Здесь нету? Нет. Вот тут Вероника, Сашка, Николай. Я хочу смотреть Кристина. Да. Ну, тогда не знаю. Мам, либо в Костадива. Я не знаю. Реально Кристина нет здесь? Ну, иди посмотри. Смотри. Кристина. А, нету. А ты можешь сказать, да? Да, богатый мужчина. Тобто, пройди там, нет нигде. Я не знаю. Саша, где Кристина? Я не знаю, где она. Амеди. Я без понятия даже где. Так, Кристина мужчина, гама, блядь. Тобто, где Кристина? Кристина в Шарм? Шарм Шейх? Наверное, полетела туда. Шарм Шейх. Тобто, когда мы угадали, что галю не оля. Богатая, оля. Нет, Кристина. Гама, да, бетул ли лахат Шарм? Нет, оля, гада. Там неожиданно, да. Неожиданно, да, слушай, эти открывают. Да, Мустафа стоит, а Кристина. Кристина там, в Шарме. Шарм-эль-Шейх? Да, Шарм-эль-Шейх. Ахэ. Вот так. Ну ничего, ты убираешься. Там они агарит лолита, ли. Мишди агарит лолита? Рама, мишди агарит лолита? Ай, вафин Кристина, алло. Вероника, где Кристина? Нет. هو فين تعريف مقلب ولا يا جماعه مش ايه المقابله اللي زي العسل دي؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اليسا تستنى في ايه؟ شعرني انت انت جميله. يا могу провести тебя где Кристина. Пока показать. في надо будет ехать. Реально? Надо ехать. طب مش ليه؟ и тебе. يا جماعه كريستينا في المزرعه. كريستينا في المزرعة واختها والله لسه انت حلوة انت اخت جميلة اسمها سيبا سيستر بليخلة دلوقتي يا جماعة اختها قالت لي ان هما في المزرعة فنروح طيب ست شاس يا عند تبيع مجازين بتقوم وي كريستينا عشان بقى البامبرز يا جماعة اروح اجيب شوية حاجات كده لكريستينا بس كويس ان هما قالوا لي ايه تشوتك يا ماما شرم الشيخ؟ ماشي 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 يا حماتي والله كنت هعيط بس يا جماعه فالحمد لله انا وصلت بيلا روسيا ولقيت العيله كلها انا متفاجئ بس باجا روستا ياخد شو لايك سيدريس كريستينا لايك ايتا سكريتا لايك خلاص سكريتا خلاص دغوريليس انا بقيت اتكلم روسيا يا جماعه عايز اقول لكم في منتهى الطلاقه معايا بتاع 50 كلمه مجننني المهم دلوقتي يا جماعه شكرا لكم الفيديو هتشوفوا الفيديو الجاي انا واليسا وفيرونيكا وساشا هنروح ليه كريستينا ماما تي نيت تي عند بابا نيت 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 للاسف مش هيجوا هيجوا بعدين فشكرا لكم جدا يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس كان معكم مصطفى شعبان واخيرا وصلت البيت كريستينا اسكا جي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله باي 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 باي